شتي نترتك والصيف نترتك في الشتي وعيونك. يلا يا ليلى. ايه ماما؟ يا ستي كريم قاعد مع ابوكي بقى نص ساعة والكلام خلص، يلا بقى اعمل لك همة شوية. طب ماما ماما. ايوه. أنا حلوة؟ حلوة وزي القمر، يلا بقى فكي شعرك وحصليني. نورتنا يا كريم والله. نورك يا عمي ونور أهل البيت كلهم ونور طنط كمان. الحمد لله الحمد لله. طب اشرب العصير. الحمد لله أنا مش قادر، أنا كنت مليت ده تاني عصير أشربه. طب اتفضل كيك يا ابني. لا ما هو انا اتمليت عشان تاني عصير واول عصير وكده، فالحمد لله. يا ابني في ايه مالك؟ احنا هناكلك. ولا انت غيرت رايك ولا ايه؟ غيرت رايي؟ انا مش فاهم حاجه. مش فاهم حاجه؟ مش فاهم حاجه ازاي؟ ما تقول يا ابني انت. انت مش جاي تتقدم لليلى؟ انا؟ لا يا انكل. هو انا طبعا يشرفني نتقدم لليلى، بس يعني احنا بقالنا شهر واحد بس نعرف بعض. اسبوع منهم على الفيسبوك واسبوع منهم على الام اس ان واسبوع بنبدل محاصيل زراعيه على الفانفيل. امال انت جاي ليه؟ ليلى هي اللي قالت لي انكل اجي اقابل حضرتك. اكيد طبعا حضرتك عايز تطمن فقلت اجي يعني عشان تشوف بتسهر مع مين وبتخرج مع مين. ايه اللي انت بتقوله ده يا كريم؟ هو انا مش قلت لك تعالى قابل بابا؟ طب ما انا جيت اهو وقابلت بابا. ومش حضرتك بابا ورا؟ احيانا. طب انا عندي درس بيانو لازم احضره. اوكي انا سعيد بمعرفتك. حضرتك حد جميل وحد طيوب جدا. طب حضرتك حد كيوت جدا. مش عايز حاجه مني؟ اوكي خد الباب في ايدك يا ضنايا. لا هو يعني الدوبلاج فيه متعه طبعا، خصوصا رد الفعل. يعني مثلا لما تشوف الناس مبسوطين قد ايه وهما بيتفرجوا على الكرتون، انا كمان بتبسط لان ده بيبقى صوتي مسلسل مكسيكي. ايه الزهق ده؟ هو انت ما بتعملش حاجه في حياتك غير الدوبلاج؟ لا هو ماله دوبلاج حضرتك؟ حضرتك؟ العب. ده ايه قله الادب دي؟ لا لا اهدى كده وروق، انا هنا بالنسبه لي كلهم ماي بيست فريندز يعني. صبري تعالى غير حاجه. غير. بقولك ايه؟ ما تركز معايا انا وتيجي تقعد جنبي. ركز. لا ده انت قليل ادب بقى ومحتاج اللي يربيك. ناديلي يا ابني على المدير. يا عم كروم حد كلمك؟ كمان بتشتم. لا انت قليل ادب بقى. الولع يا حسن حرقت يا حسن الولع. ولع. لا ده انت قليل ادب ومحتاج تضرب. تعال معايا على المدير. مين ده اللي بيقول لك ما نوزعش الاعداد في انظران؟ مين يعني؟ يعني ابن مين في مصر يعني؟ ما هو انا كل قفه معدي بيقول لي انت مش عارفه انا ابن مين في مصر. اسمع اسمع اسمع. قول له هننزل الاعداد بتاعتنا هنحطها جنب مكنه الكابتشينو وفي انظران. وقول له لو مش عاجبك ماجده بتقول لك انت عارف هي هتحط الاعداد فين. مش مع السلامه. صباح الخير يا عمته. صباح الخير يا قلب عمته. فين حشو الشهر؟ فين عمود دقة قلب؟ ما هي ليلى طلبت اسبوع كمان يا عمته. دي بقى لها شهر قاعده في البيت مش عارفه تخلص ربع عمود. معلش بقى ما انت عارفه ظروفها والعريس وكده يا عمته. طب وايه الجديد؟ ما هي كل شهر شهرين في واحد مفلسحها ولاسعها على قفاها، المفروض زمانها اتعودت. ركزي مع عمته. قولي لها ماجده بتقول لك لو بكره الصبح على المكتب ده ما لقيتش عمود دقة قلب هي عارفه العمود فين.